راح ناخذ مداخلة الآن مع العميد عادل الحشاش مدير عام العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وراح يبلغنا عن مجريات حادثة الاعتداء على الوافد المصري بإحدى الجمعيات. مساك الله بالخير عميد عادل. يا هلا يا هلا أبو أحمد، طول بعمرك يسلمك. خير وفرصة سعيدة أسمع صوتك عميد عادل، وشكر لك على هذا التواصل الدائم ويانا. عميد عادل هذا حق واجب، وأنا أشكرك الأمانة. لا شكر لك يا عميد عادل، أنك تطرح هذه الحديد المواضيع وأيضا يعني الحوادث اللي قاعد تصير أو اللي قاعد تنقلونها في وسائل التواصل، وفي المقابل يعني تحتاج عملية تسميد وتوضيح وايضا وضع النقاط الحروف، وهذا دورنا واجبنا وتشكر عليه. تسلم عميد عادل. بخصوص الاعتداء على الوافد المصري والقضيه في المخفر، شو اللي صار معها عميد عادل؟ الموضوع هذا اول شيء ابو احمد حصل يوم الاحد 25/12، حصل فيه الله يسلمك سوء فهم في البنشر اللي في منطقه الصليبيخات. في هناك شخص يعني نقول مصري جنسيه يشتغل في عملية البنشر وتبديل إطار البطاريات وغيرها، يعني مثل زمات البنشر والأمور هذه كلها. حصل خلاف ما بينه وما بين مواطن كويتي. الخلاف هذا تولد أن المصري فزع للمصري الثاني، فزع لسوري معه، المواطن الكويتي أيضا ياب ربعة، فصار ثلاثة بثلاثة. صار في هناك نوع من عملية الضرب، وأيضا صار هناك يعني في إصابات، لكن إصابات قد تكون متفرقة بالطرفين. يعني الأمر هذا حصل مثل ما قلت لك وأكرر كل يوم الأحد بالليل، وفي المقابل انتقل هذا الموضوع إلى مخفر الصليبيخات. مخفر الصليبيخات أمام هذه القضية أبو أحمد لا نملك إن تلقائيا إن نعمل قضية. شو يصير في الحال هذه؟ أول ما تأتي الأطراف اللي خاصة في حالة تنازع أو في تبادل ضرب أو في نوع من الإصابات، على طول مباشرة ضابط المخفر يقول حق الطرفين يتجهوا إلى المستشفى الفروانية أو المستشفى القريب، يقول تقرير طبي بالإصابات الحادثة كنوع من إثبات وإثبات الحقوق وإنصاف أيضا جانب التعدي اللي حصل سواء من الطرف الأول أو الطرف الثاني، سواء من الأجانب اللي هم اثنين مصريين والسوري أو من خلال الكويتيين. وهذا ما حصل بالضبط. الأمر اللي هذا تأخر يوم على ما يروح هناك المستشفى ويدش على الدكتور ويعمل الأشعة ويعمل الفحوصات وغيرها من هذه الأمور. انتهينا من هذه الناحية، رجعوا ثاني يوم إلى المخفر، تم تسجيل قضية. القضية حملت يعني رقم 345 على 2016 جنح للصليبيخات تحت مسمى اعتداء بالضرب أو تبادل الضرب يعني مشترك. والقضية الآن في التحقيق، والتحقيق الآن قاعد يجري أو يمر يعني ماضية الأمور في نطاق الإجراءات والاستكمال كل البيانات والأدلة والشهود والأمور هذه كلها. مسألة وحمتك تماما، وانت عارف يعني لما اتكلم معاك ويعني اتكلم بكل امانة ومصداقية وبكل صراحة متناهية، هل في هناك ضغوط؟ هل في هناك امور مورست على ضابط المخفر او المحقق في تأخير هذه القضية؟ لا والله حشي، ما حصل عندنا لهذا الموضوع تماما. كل اللي حصل بعض التأخير، والتأخير ناتج عن انتظار التقارير الطبية من كلا الطرفين. احنا لازم ننتظر عشان قبل نسجل عشان نصنفها، لان احتمال واحمد نوع الضرب تكون بالنهايه مو تنحت، يمكن ترتقي الى جنايه على حسب نوعيه الاصابه ونوعيه يعني الضرر اللي ناتج من الاعتداء المشترك. فالتقارير اثبتت ان ما في هناك نوع من عمليه الاصابه اللي ترتقي الى جنايه، سجلت جنحه وحمل 345 مثل ما قلت لي، ومضت القضيه في رهن التحقيق وماشيه في هذه الناحيه. فانا اشكرك على انك اثرت هذا الموضوع وبينته وشرحته لي يعني للجمهور، واعطيتنا ايضا فرصه للرد وللتوضيح وللتفنيد مثل هذه الامور. وتاكد يا ابو احمد لو هنا مقصرين او في هناك نوع من عمليه يعني التسويف في عمليه تسجيل قضيه، قلت لك وبينت لك الخطا والصحيح بالضبط. لكن للأمانة يعني بدءا من تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متعهد خالد جراح الصباح، يعني هذا الموضوع والردود والتأكد والتيقن من هذه الأمور هي سيدة الموقف في مثل هذه الاتجاهات، ولا نقبل أيضا بأي تقصير أو سلبيات من أي من كان. وثق تماما التقصير راح نقوله، وإذا كنا محقين أيضا راح نوضح ونبين ونشرح هذه الأمور. وسلامتك يا ابو، تسلم العميد عادل حشاش على هذا التوضيح، والله يعيكم ان شاء الله باذن الله. الله يعيكم. تسلم. كان هذا توضيح من العميد عادل حشاش مدير عام العلاقات العامه والاعلام لوزاره الداخليه، وحق لكل الاطراف اللي يحب يسوي مداخله
رقم التلفون موجود، ممكن يتصل علينا ونسوي له مداخلة لكل الأطراف، ويحق لكل الأطراف المداخلة كما أؤكد للمرة الثانية.